ولمناقشة تداعيات اختطاف الناشطة الألمانية هيلمي فيس ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بكم. أعلنت الحكومة الحالية إذن عن تحرير الناشطة الألمانية، وهذا يحيلنا للسؤال التالي: هل كان فعلا تحريرا أم صفقة مع الخاطفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد صفقة، وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها هذه الصفقة الحكومة. نتذكر قبل نحو عامين كانت هناك أيضا مشكلة المختطفين القطريين الذين كانوا سواحا واختفوا في صحراء السماوة على ما أعتقد أو صحراء النجف، وبعد عدة أشهر من المفاوضات والأخذ والجذب في هذه القضية تبين في وأطلق سراح القطريين، وتبين فيما بعد بأن الحكومة تفاوضت مع حزب الله الذين كانوا هم وراء عملية الاختطاف. إذن العملية الجديدة هي تأكيد لأن لكون وجود دولة داخل دولة، ولكون أن الحكومة بالحقيقة ترضخ لشروط الخاطفين، وأن أي حديث عن حصر السلاح بيد الدولة وتقليم أظافر الميليشيات وحل هذه الميليشيات، أي كلام عن هذا الموضوع لا معنى له، هو مجرد استهلاك دعائي واستهلاك سياسي. فنحن إذن أمام حقيقة واقعة بأن الميليشيات فوق القانون والميليشيات أقوى من الدولة. وهناك نقطة أخرى في الحقيقة، هي أن الحديث عن صفقة بين الحكومة والخاطفين مقابل الإفراج عن قيادي معتقل يفتح الباب عن كيفية تعامل الحكومة مع هذه الأزمة ومع الأزمات المقبلة أيضا والمشابهة. هل ترى أن طريقة تفكير رجال الدولة بهذه الصورة كانت صحيحة؟ بالتأكيد ليست صحيحة. الدولة يجب أن تقف وتتعامل بحزم ضد كل الجرائم، وخصوصا الجرائم التي تمس أمن الدولة وأمن المواطنين. هذه الحادثة لها دلالة أخرى، الدلالة الأخرى بأنها أن الدم العراقي، دم العراقيين دم رخيص. لاحظنا بأن القطريين تم الإفراج عنهم بعد عدة شهور كما ذكرت، وهذه الحادثة الألمانية أيضا، الناشطة الألمانية أيضا أطلق سراحها خلال 72 ساعة فقط. أما العراقيون فهناك عراقيون منذ عدة سنين وبالآلاف، ولا نعرف مصيرهم، ولا أحد، ولا الحكومة تعرف مصيرهم وتعرف من هم وراء اختطافهم. وهناك المتظاهرون وقتلت المتظاهرين معروفون أيضا، لكن هؤلاء تعتبرهم الدولة، في نظر الدولة هؤلاء الضحايا هم دماء رخيصة. لذلك هناك ازدواجية في المعايير، ينظرون إلى الأجنبي بعين الاهتمام والجدية، وأما العراقيون ففي نظرهم دماء رخيصة مع كل الأسف. لماذا لا يتم الإعلان عن أسماء الخاطفين وهويتهم؟ هل هو جزء من الصفقة بين الحكومة والخاطفين؟ بالتأكيد هناك تواطؤ، هناك عدة أسباب، لأنه الحقيقة الميليشيات في حالة تناغم مع الدولة، الدولة والميليشيات هناك تبادل أدوار فيما بينهم، وهناك أيضا تراخي من قبل الدولة، لا يوجد هناك أي حزم، وهناك أيضا تغلغل في الميليشيات متغلغلة في المفاصل الحكومية وفي مفاصل الأمن وفي مفاصل الجيش. هذه المؤسسات ليست مؤسسات نظيفة، المؤسسات الحكومية. هناك كما ذكرنا تغلغل، وهناك أيضا سياسة طائفية، هناك تمييز طائفي في هذه المسائل. نحن نعرف بأن المختطفين الذين اختطفوا منذ عدة سنوات، خصوصا في من منطقة الصقلاوية ومنطقة جرف الصخر، يعاملون معاملة طائفية، معاملة تمييز، لذلك تم إهمال قضاياهم، وكثير من المغيبين نتوقع أنهم تم تصفيتهم. هذه المسألة الطائفة، هناك طائفة مهمشة في الحقيقة، ولا نريد أن نطيل الحديث بهذا الموضوع لأن العالم أصبح يعرف هذه الحقيقة. الحكومة متواطئة في هذا الشأن، ولا يمكن أن نبرئها من مسألة الطائفية. يعني أستاذ لبيد، أن يقتل 1000 متظاهر قنصا وغيره من عمليات الانتهاك بحقهم، تقصف المنطقة الخضراء يوميا، وبقية المصالح الأجنبية تجري عمليات خطف للأجانب والعراقيين في وضح النهار وفي قلب العاصمة، كل هذا يدفع للسؤال عن الأمن الذي يستطيع أن يفرج عن مختطفة ألمانية في 72 ساعة وعن مختطفين آخرين في وقت أقل أو أكثر ربما. نعم، وأريد أن أضيف إلى الكلام الذي تفضلتم به،
أن الكاميرات التي شاهدنا التي صورت عملية اختطاف الناشطة الألمانية في أبو نواس، وقبلها هناك كانت كاميرات في حي زيونة الذي اختطف فيه أو قتل فيه هشام الهاشمي، هذه الكاميرات بالحقيقة أقل جودة من الكاميرات المنصوبة في فلك في مدار ساحة التحرير مركز بغداد. كاميرات ساحة التحرير كاميرات أكثر عددا ومتطورة جدا متطورة، لذلك فنحن متأكدون بأن هذه الكاميرات رصدت بكل وضوح قتلت المتظاهرين متظاهري ساحة التحرير. لكن وهذه الكاميرات بالحقيقة تسجل الأفلام والفيديوهات لجهاز الأمن الوطني ولجهاز مكافحة الإرهاب وكذلك وزارة الدفاع، فهذه المؤسسات الثلاثة بما فيها نجاح الشمري يعرفوا من هم القتلة، لأنه هذه الكاميرات تسجل الأفلام كما ذكرنا، وهم يعرفون عن يقين من هم القتلة. نعم. مثل ما عرفوا من هم القتلة في أبو نواس وفي زيونة، فهم يعرفون حق المعرفة لكنهم يتسترون عليها، لذلك تشوف أنه نجاح الشمري حاول أن ينأى بنفسه عن المسؤولية، ولو كان صادقا لذكر أسماء جميع المسؤولين وجميع القتلة والمجرمين. نعم. الذين ملطخ أيديهم بالدماء، لكن هو يتستر عن المجرمين مثل ما هم سيتسترون عن جرائمه. شكرا لك الأستاذ لبيد الصميدائي عضو التحالف الوطني المعارض، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من مالمو.